السلام عليكم. رسميا اعلنت شركه سوني عن بلاي ستيشن 5، والجهاز راح يتوفر بنسختين، نسخه عاديه ونسخه ديجيتال. والنسخه الديجيتال يعني تحمل لها العاب وما راح يكون فيها مدخل السديات، والنسخه العاديه راح يكون فيها مدخل السديات. وللاسف ما اعلنوا عن السعر، وراح يتوفر الجهاز نهايه سنه 2020. احنا ضامنين ان نطلع من الشهر ده عشان ننطر نهايه سنه 2020 وبس؟ والله في امان الله.